تم إطلاق الحملة الوطنية للقاحات لقاح كوفيد على وجه التحديد لضرورة يعني توعية أفراد المجتمع وتوصيل لهم المعلومات الرئيسية التي يحتاجونها لاتخاذ القرار. أيضا نلاحظ أن دولة الإمارات نجحت في توفير كميات كبيرة لأكبر عدد أو شريحة ممكنة من المجتمع. اليوم وصلنا إلى أكثر من 2,000,000 جرعة تم إعطائها في دولة الإمارات في زمن قياسي، واللي تشمل كافة فئات المجتمع.